السلام عليكم. لا شك أن العديد منكم يا أصدقاء يعاني أو يواجه مشكل التقاط قناة ناشيونال جيوغرافيك العادية أو HD، وكذلك يعني قناة ناشيونال جيوغرافيك وايلد. هذه القنوات يعني كانت في السابق متواجدة يعني في القمر الصناعي نايلسات، لكن في الأوان الأخيرة لم تعد متواجدة. ولذلك إن شاء الله في هذا الدرس سنتعرف على التردد الجديد لهذه القنوات وتنزيلها ومشاهدتها بشكل مجاني على القمر الصناعي نايلسات. للعلم أن هذا التردد الذي سنتعرف عليه هو التردد الحالي للقنوات. إذا تغير هذا التردد ولم يشتغل معك يا صديقي، فقط اترك لي تعليق أسفل هذا الفيديو وسأعطيك التردد يعني الجديد إذا تم تغييره. إذا أول شيء نقوم به هو التوجه إلى جهاز الاستقبال، ثم الضغط على مينيو في الريموت كنترول من أجل يعني إظهار قائمة إعدادات جهاز الاستقبال. ثم قم بالتوجه يا صديقي على حسب يعني إعدادات جهاز الاستقبال الخاص بك. مثلا هنا في جهاز إيكولينك زين نتجه إلى خيار التركيب، ثم نقوم بإدخال الرمز السري للجهاز وهو 4 أصفار، ثم إعدادات الهوائي. بعد ذلك نقوم باختيار القمر الصناعي نايلسات، ثم نأتي إلى التردد بهذا الشكل. ثم هنا في الأسفل نجد إضافة باللون الأحمر، نقوم بالضغط على الزر الأحمر في الريموت كنترول بهذا الشكل، ثم نقوم بإدخال التردد والذي هو 12360 رأسي أو ما يسمى بفيرتيكال. ثم هنا في الترميز 27500، وفي معامل تصحيح الخطأ 6 يعني 5/6. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر أوكي في الريموت كنترول من أجل حفظ هذا التردد، ثم نقوم بالضغط على التردد بهذا الشكل من أجل اختياره. وللعلم يجب أن يكون الصحن الهوائي مضبوط بشكل جيد لكي نتمكن من استقبال هذا التردد. بعد ذلك نترك يعني جميع الإعدادات كما هي، ولكن هنا في الأسفل نمط البحث، نمط البحث نختار قنوات مجانية، بدء البحث هنا نختار التردد بهذا الشكل، ثم نضغط على زر أوكي. ثم هل تريد حذف البرامج؟ لا، نتركها كما هي. بحث شبكة؟ لا. ثم ننتظر إلى أن يتم تنزيل القنوات. والآن بعد الانتهاء من عملية تنزيل القنوات نقوم بالخروج من هنا بهذا الشكل، ثم نتجه إلى آخر القنوات ونجد يعني قناة ناشيونال جيوغرافيك HD ثم ناشيونال جيوغرافيك وايلد HD. فكما تشاهدون كان هذا حل يعني كان هذا درس هذه الحلقة. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، فإن كان كذلك لا تبخلوا علينا بعمل لايك للفيديو وترك تعليق تحفيزي، وأيضا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد. ولا تنسوا أيضا زيارة موقع الإلكتروني علمالكل.com للمزيد من الدروس والأخبار. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.